لأن الناس يوم القيامة يكون في أمس الحاجة، أمس الحاجة لحسنة لحسنة تنجيهم من عذاب الله عز وجل. صحيح. خلي بالك ده مش بس في الناس اللي هي واقفة على حسنة عشان تخش الجنة، لا ده حتى الناس اللي هم داخلين الجنة وفي درجات عالية كمان في الجنة محتاجين برضو حسنات علشان يطلعوا في الدرجات الأعلى. ما هي الجنة دي درجات طبعا، كما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فأنت ممكن تدخل الجنة وتكون في منزلة كويسة، بس هتلاقي في ناس في منزلة أعلى، في منزلة أحسن. فشوية الحسنات دول أنت مش في غنى عنهم، أنت محتاجهم. ممكن جدا الحسنات دي ترفع درجتك في الجنة في منزلة أعلى بكتير من اللي أنت كنت هتبقى فيها لو أنك تركت أو لو أنك ضيعت هذه الحسنات. وكذلك لو العياذ بالله لو حد من أهل النار، هذه الحسنات إما أن هي تنجيه من عذاب النار يدخل الجنة، وما أدراك ما عذاب النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أو حتى لو هي مش كفاية، ما هو ممكن يكون الحسنات دي مش هتبقى كفاية أنه هو ينجو يعني، على الأقل هتخفف عنك. ما هو الناس نسأل الله السلامة والعافية، اللهم أمين يا رب، الناس تأتي يوم القيامة ومعاهم حسنات ومعاهم سيئات. في ناس بقى سيئاتهم تكون أكتر، عامل حسنات بس سيئاته كتير، فلا يحصل إيه، إما بقى أن يكفر عنه سيئاته ديت في الدنيا بالابتلاءات وصبره عليها، وإما بقى أن تخفف عنه أو تكفر عنه سيئاته هذه في القبر، وإما أن بشدة حر يوم القيامة أهوال يوم القيامة أو بشفاعة الشافعين. ومع ذلك في ناس من المسلمين بعد كل ده برضو يتظل سيئاته أكتر من حسناته. بعد كل ده، بعد كل ده تفضل برضو سيئاته أكتر من حسناته. ده يحصل له إيه بقى؟ لازم يطهر، ما هي الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، ما ينفعش يخش الجنة بخبثه، لابد أن يطهر وينقى من الخبث. فيحصل له إيه؟ يدخل النار، تطهره وتنقيه من هذا الخبث الذي ألم به، فيدخل النار يقعد بقى في النار شوية لحد ما يطهر الشوية. يقول يطلعوا قد إيه بقى؟ على حسب، هو ممكن تكون سيئاته كتير خالص. خلي بالك إن في ناس مسلم، أيوة مسلم وبينطق الشهادتين وكل حاجة، بس حياته كلها مصايب، حياته كلها مصايب وحياته كلها مظالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيأتي معاه سيئات كتير جدا جدا. ده ممكن يقعد له في النار بقى شوية حلوين كده، يقعد له في النار مثلا 100 سنة ولا حاجة، ولا 200 سنة، ولا 300 سنة، ولا 1000 سنة، ولا 10,000 سنة، اللهم اجرنا حتى حتى يطهر وبعدين يبقى يدخل الجنة. فالشخص ده احوج ما يكون مش ان هو بقى بس يخرج من النار، ان هو حتى يخفف عنه شوية، يعني بدل ما يبقوا 100 سنة يبقوا 10 سنين بس. والله لا نطيق منها لحظة، ولا نطيق منها لحظة. نعم والله، نعم والله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسلمنا من عذاب النار. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين.